ينضم إلينا من جدة الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي وخبير النفط الدولي، ومن تكساس جي يونغ الخبير في مجال النفط والطاقة، ومن برلين الدكتورة نجاة عبد الحق الباحثة في الاقتصاد السياسي والشؤون الأوروبية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور الصبان من جدة. هل نحن محقون بالفعل حين نقول إن الدول العربية حائرة الآن بين إنقاذ أوروبا بإمدادات الطاقة وبين صون علاقاتها مع موسكو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أهلا بحضرتك. لا أجد تعارض بين الأمرين اللذين ذكرتها أخي العزيز. علاقات الدول العربية مع روسيا جيدة، وهي تعرف أن أيضا المصالح التجارية لا يمكن التفريط بها بالنسبة للدول العربية، لكن كما ذكرتم في تقريركم، حتى لو قامت بعض الدول العربية المنتجة للغاز بتوفير الغاز، فإن ذلك سيستغرق أشهرا إن لم يكن سنوات. فالمسألة معقدة. الاتحاد الأوروبي ورط نفسه بالعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وكان يصغي دائما وأبدا للولايات المتحدة حينما تقول لأوروبا لابد أن تحضر البترول، لابد أن تحضر الفحم، نعم، وغيرها من العقوبات الاقتصادية التي ارتدت على أوروبا، وكما يقول المثل على نفسها جنت الرعش. طيب سيد جي يونغ من تكساس، الآن الرئيس بايدن لطالما أكد أنه لن يترك أوروبا تعاني في الشتاء، ما الذي بيده أن يقدمه؟ What can he do? Yes. You mean Biden has to understand. إن إدارة بايدن لديها فهم بأن في الولايات المتحدة لدينا قدرة ولدينا إمدادات إلى حد ما. السبب لارتفاع الأسعار في هذا الوقت هو أننا لم نعد نعمل على التنقيب في الولايات المتحدة كما كان الحال من قبل. لقد خسرنا الكثير من النفط في السوق عندما قام بايدن بوقف عمليات التنقيب إلى حد كبير، وعدنا مرة أخرى إلى ما أردنا أن نكون عليه. لهذا ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة. النفط والغاز مسألة عرض وطلب. إذا ما انخفضت الإمدادات ستكون هناك أسعار مرتفعة، وهذا ما نعاني منه الآن. ونحن نقوم بنفس الإجراءات فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، ونصدر الغاز الطبيعي إلى الخارج، وليس لدينا الإمدادات الضرورية. وبالتالي نحن نحاول أن نقوم بما في وسعنا هنا في الولايات المتحدة لدعم الدول التي تقف إلى جانب أوكرانيا بالغاز الطبيعي حتى فترة الشتاء، ونبذل ما في وسعنا وكل ما في استطاعتنا لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة. ولكن بسبب غياب رأس المال وغياب الدعم من قبل الهيئات الحكومية، ليس فقط الفيدرالية ولكن على مستوى الولايات، ليس لدينا هناك تضخم، هناك زيادة في الأسعار، وبالتالي من الصعب علينا أن نستمر في هذا المنوال وأن نعمل على زيادة الإمدادات سواء فيما يتعلق بالنفط أو الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، سواء من أجل التصدير أي منهما النفط أو الغاز، لأن ليس لدينا ما يكفي من إمدادات. نحتاج إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، وسيكون من الرائع إذا ما نجحنا في ذلك حتى تنخفض الأسعار لدينا وللعالم أجمع، وهذا ما نحتاج إليه.
دكتورة نجاة من برلين، الآن المستشار الألماني أولاف شولتس يقول إن ألمانيا قادرة على مواجهة الشتاء القادم، كيف برأيك؟ نعم، مساء الخير وأهلا وسهلا بك بالضيوف والمشاهدين الكرام. بداية، استطاعت ألمانيا بشكل خاص منذ شهر إبريل الماضي إلى غاية شهر أغسطس خفض استيراد الغاز من ألمانيا، كان بشهر إبريل الماضي 34%، والآن هو بشهر أغسطس حسب آخر الإحصائيات من وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية هو 9%. وقف الإمداد من نورد ستريم 1 لا يعني وقف الغاز الروسي بشكل تام، لأن هناك أنابيب يمال عبر بولندا وأنبوب عبر أوكرانيا الذي يصل إلى سلوفاكيا وإلى النمسا ومن ثم إلى ألمانيا، أي أن الغاز الروسي لم يتوقف بشكل كلي. في ألمانيا الآن تمكنوا، لا هذه نقطة مهمة دكتورة نجاة اسمحيني. نعم. يعني حين تعلن موسكو أنه تم إيقاف العمل أو تعليق العمل حتى يكون الخطاب رسمي يعني في نورد ستريم 1 لأسباب تتعلق بقطع غيار لم تستطع روسيا أن تحصل عليها بسبب فرض العقوبات من الغرب وأمريكا، هذا لا يعني أن الغاز الروسي لم يصل أو لن يصل إلى أوروبا؟ نعم بالضبط، يعني تم توقيف ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1. وجهة النظر الألمانية أن الادعاءات أن البعد التقني هو ادعاء روسي وأنه قرار سياسي وليس قرار تقني، ولكن هناك أنبوبان أحدهما عبر بيلاروسيا وبولندا وأحدهما عبر أوكرانيا. الخط الأوكراني لا يمد الغاز 100% مثل ما كان من قبل، قلل ضخه منذ عام 15 والآن هو أعتقد تقريباً عند كاباسيتي تقريبا 30%، لكن الخط البولندي لا يزال شغال. يعني النورث ستريم توقف ولكن ليس الغاز الروسي بشكل عام، ولكن رغم ذلك اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي قل ليصل 9% على الأقل في شهر أغسطس. ألمانيا حولت الإمدادات من النرويج والغاز المسال من هولندا، بعض المصادر الداخلية وبعض الدول الأخرى. أهم حاجة ما يخص ألمانيا بالذات، لأن سؤالك يخص ألمانيا، أن خزانات الغاز الآن ممتلئة ب 84.3%، هذه معلومات أمس. نعم. وستصل 95%. كيف امتلأت يا دكتورة نجاة؟ مثل ما ذكرت تم الاتفاق مع النرويج، هناك بنى تحتية مع النرويج، ولكن الغاز النرويجي أغلى بكثير من الغاز الروسي. حولت ألمانيا استيراد الغاز من النرويج بشكل متصاعد، والنرويج رفعت الإنتاج تبع الخاص بها لأن خزاناتها ممتلئة، وتضامنت مع ألمانيا وضخت الغاز إلى ألمانيا. والغاز المسال عبر هولندا، هولندا عندها محطات غاز مسال عبر يعني بعضها أنابيب والبعض الآخر عبر الحافلات، تم نقله إلى خزانات الغاز الاحتياطي الألمانية. طيب في هذه النقطة أيضا اسمحي لي دكتورة نجاة، بشكل أوسع، هل أوروبا ما زالت برأيك تحتاج إلى الطاقة العربية؟ طبعا على المدى البعيد مؤكدا، يعني نحن الآن في حالة طارئة جدا، وهناك خطط تقشف عالية جدا. يعني الاقتصاد الألماني أو الحكومة الألمانية تحاول توفير 17% من كمية الغاز السنوية المحتاجة إلى التدفئة، ذلك يعني أن الألمان المعتادون إلى رفاهية الدفاء في الشتاء القارس ولا يلبسون الملابس الثقيلة داخل البيوت وداخل المدارس وداخل المحلات التجارية عليهم أن يستغنوا ذلك، الأسعار عالية جدا مثل ما ذكر الأستاذ من تكساس، الموضوع عرض وطلب الآن، لا هناك أزمة طبعا، ولكن مثل ما ذكر الأستاذ من جدة أيضا بناء البنى التحتية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن مد الإمدادات للبنى التحتية خلال أشهر. يعني نورد ستريم 2 أشهر أنبوب غاز إلى روسيا من روسيا إلى ألمانيا استغرق بناؤه 12 عاما يعني، ولذلك لا يمكن تجاوز هذه الأزمة. ما يقوم به الآن الأوروبيون هي خطة طوارئ، لا يمكن لخطة الطوارئ أن تدوم على المدى البعيد، ولا يمكن تحمل أسعار الغاز والطاقة العالية على المدى البعيد. طيب. كل هذه الخطط لاجتياز هذا الشتاء، ولكن عليهم بتغيير الاستراتيجية. ودعني أضيف نقطة بعد إذنك، قد تكون فرصة لأوروبا أولا استيراد الغاز مثلا من مصر أو من قطر أو من بعض الدول الأخرى، أو الضغط للوصول إلى حل مع إيران،
وفرصة لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر الأخرى وهي المصادر البديلة حتى يقل الاعتماد على الخارج. طيب يا دكتور الصبان، هذه الخطة، خطة الطوارئ الأوروبية كما أطلقت عليها يعني دكتورة نجاة، الدول العربية تستطيع أن تكون حاضرة في هذه الخطة؟ أتحدث هنا معك من حيث الأمور الفنية واللوجستية، التجهيزات يعني. في الواقع حينما بدأت قطر تتعاون مع ألمانيا في موضوع تصدير الغاز المسال، طلبت قطر أن يكون هنالك عقد طويل الأمد 20 عاما. نعم. فرفضت ألمانيا. فأين خطة الطوارئ التي تتحدث عنها ألمانيا؟ ألمانيا إلى الآن تتحدث عن أزمة، وأزمة كبيرة، ولا وهم يعرفون أن 80% من المخزون قد تم ملؤه. إن هذا ليس بضمان، يعتمد على درجات الحرارة في الشتاء القادم، ما إذا كنا سنواجه عصرا جليديا، كمية الترشيد التي يتحدث عنها، كيف يتم ترشيد استهلاك الغاز. اسمح لي يا دكتور الصبان، اسمح لي يا دكتور، لكن ضيفتنا قالت، لكن ضيفتنا قالت ان المانيا استطاعت ان توفر بالفعل مصدرا اخر من بولندا وكذلك من هولندا. ايضا لا يكفي هذا، والله انا اتوقع ان اوروبا قد ورطت نفسها بهذه العقوبات وستدفع ثمنا باهظا بقدوم الشتاء الحالي القادم والذي يليه. المشكلة أعمق بكثير، وحتى لما حينما يتحدثون عن مصادر الطاقة المتجددة، هذه تأخذ ولن تكون كافية، ستأخذ سنوات حتى تملأ حيزا من مما يقوم به الوقود الأحفوري. نحن نخدع أنفسنا، والعالم الغربي يقوم على المعايير المزدوجة، وذكرت ذلك في كتابي القادم أو الذي صدر قبل يومين، The Blame Game، يوضح تماما كيف أن الدول الغربية تعتقد أن الدول الباقية، البقية الدول ساذجة وتصدق ما تقوم به من معايير مزدوجة. طيب. ومن نفاق في هذا المجال. اسمح لي يا دكتور الصبان، الآن من الناحية اللوجستية، الدول العربية قادرة على أن تمد أوروبا بالطاقة؟ الناحية اللوجستية، الغاز المسال الموجود في الدول العربية هو غاز مسال، عفوا هو غاز مسال، فإذا كانت هنالك تسهيلات وتجهيزات في الموانئ بالإمكان، لكن هذه غير متوفرة. وأما مد خطوط أنابيب فيستغرق سنوات كما ذكرتم بالنسبة لنورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. فالمسألة ليست بهذه السهولة وليست بهذه، يعني هم أملهم الوحيد هو الترشيد. ذكرت بريطانيا على سبيل المثال بأننا سنضع قانونا لن تزيد الحرارة، درجة الثيرموستات، عن 19 درجة مئوية في الشتاء. سيتجمد الشعب البريطاني والشعب الأوروبي. فكل هذه الأمور بدأت تظهر للعيان أن أوروبا في ورطة كبيرة، ويا ليتها لم تستمع لأمريكا حينما طلبت منها فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا. وعلى طيب. أوروبا أن تسعى بسرعة لإيجاد حل بديل، حل للأزمة الأوكرانية بعد أن مدت روسيا يدها لهذا الحل. طيب سيد جاي يونغ من تكساس، أريد منك تعليقا على ما تفضل به الدكتور الصبان. ليت أوروبا لم تصغي إلى واشنطن حين نصحتها الأخيرة بالعقوبات، وإن أوروبا كمن أطلق النار على قدميه بسلاحه. Yeah, they are because they're cut off from a lot of different sources. هذه كمية كبيرة من الموارد، وهذا التحدي كبير لهذه الدول، عدم الاعتماد على مواردها. فهذا الأمر واضح، هذه الموارد التي لا يملكونها ويحصلون عليها من أماكن أخرى. And you're going to see the same هذا هو الحال في أوروبا، ونفس الأمر بالنسبة لدول أخرى.
لا تملك الموارد وتعتمد على مصادر أخرى. هذه كانت أسباب رئيسية في الحروب العالمية كما حدث من قبل، لأنهم كانوا يحتاجون إلى النفط والغاز لبلدانهم ولمنازلهم، ويحتاجون إلى هذه الموارد من أجل السيارات ومن أجل الاقتصاد. و60% تستخدم فقط في الأغراض المنزلية. الناس يدركون بأن 40% تستخدم في منتجات أخرى غير قيادة السيارات والعمل والمدارس وما إلى ذلك. النفط يستخدم في العديد من المنتجات. عندما يكون الاعتماد كلي على هذه الموارد لا والتي لا نملكها، وبالتالي يكون الوضع صعب وسيء جدا، والأسعار تصل إلى مستوى الجنون كما حدث في أوروبا في الغاز الطبيعي وفي الدول الأخرى التي تفتقر لهذه الموارد. نفس الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، نحن ننتج أقل من الطلب. الطلب في الولايات المتحدة 20 مليون برميل يوميا، نحن ننتج فقط 12 أو 12.5 برميل يوميا في الوقت الحالي. تخيل، من سوء الحظ بالنسبة لنا أن انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب بسبب الأعمال التجارية، إذا ما وصلنا إلى 14% كما كان الحال قبل الوباء، فإن الحلفاء كانوا يوفرون 6 ملايين إضافية، ونحن في الوقت الحالي نحصل على 8 ملايين إضافية من الحلفاء لتغطية الطلب، لأننا لم نقم بمعادلة العرض والطلب، ولذلك هذا أدى إلى زيادة الأسعار وأدى إلى هذا الوضع الذي نحن عليه الآن. نحن نعاني بسبب ذلك. لذلك فإن أوروبا في نفس الوضع، هي تحاول الحصول على الغاز الطبيعي كبديل لروسيا بسبب الحرب التي قامت روسيا بشنها ضد أوكرانيا، وبالتالي أنت تخضع لسيطرة أطراف أخرى بسبب هذه الموارد، ولذلك الأسعار تتزايد، والأمر مؤلم للجميع. يمكن الأمر يستمر لفترة قصيرة ويمكن أن يستمر لفترة طويلة، لا أحد يعرف، ولكن نأمل ألا يستمر الأمر لفترة طويلة، ونحاول أن نعمل على تصدير. في الوقت الحالي الأمر مكلف حاليا، ولكن هذا نتيجة تقصيرنا في عدم إنتاج كميات كبيرة مؤخرا في الولايات المتحدة بسبب انخفاض الأسعار لدولارين. الآن وصل السعر إلى 9 دولارات، وبالتالي من المفيد اقتصاديا أن نقوم بزيادة الإنتاج وببيع هذه الكميات بهذه الأسعار، لكن الولايات المتحدة تبذل ما في وسعها لتقديم المساعدة لهم. ويمكن أن نرى أضطر إلى مقاطعتك سيد يونغ، عفوا، يعني حتى نكون منصفين في توزيع وقتنا على ضيوفنا الكرام. دكتورة نجاة من برلين، ذكرت لنا أن ألمانيا كنموذج أوروبي استطاع أن يؤمن بعضا من احتياجاته من النرويج وكذلك من هولندا وربما من مصادر أخرى، ولكن أنا أسألك الآن عن فكرة مشكلات التعاقد مع الغاز. دائما الغاز يحتاج إلى عقود طويلة الأجل، صحيح؟ كيف تغلبت ألمانيا على هذه التفصيلة الفنية؟ أوكي، يعني أود أن أعلق سريعا على الأستاذ من جدة. طبعا الطاقة البديلة لن تعوض ألمانيا خلال سنتين، هذا مشوار طويل جدا، ولكن قد تكون فرصة أن تقلل أوروبا اعتمادها على المصادر الخارجية. هذه مجرد النقطة التي أود أن أطرحها، وهي أيضا
مطروحة للنقاش في ألمانيا. الآن ألمانيا لحل الأزمة فقط لهذا العام وممكن العام القادم، هناك بنى تحتية مع النرويج وتم استيراد الغاز من النرويج وأيضا عبر الحافلات من هولندا، ولكن على المدى البعيد طبعا يجب على ألمانيا أن أولا تعزز البنى التحتية باتجاه إيطاليا وهو موضوع معقد، يجب زيادة استيراد الغاز من مثلا الجزائر وهناك نقاش حول السنغال، مصر وأيضا قطر، وما ذكره الأستاذ في جدة أن ألمانيا رفضت عقود طويلة الأمد أيضا صحيح، ولكن لأنها كانت قد عملت عقود طويلة الأمد مع روسيا فهي لا تريد إعادة نفس الخطأ الاقتصادي. يعني نقول أن تقنيا الألمان تجاوزوا الأزمة بقفز النرويج لمساعدتهم، ولكن ذلك لا يعني أن هذا سيستمر في السنوات القادمة بمدى طويل. هناك ثمن غال جدا لما يحدث مثل ما ذكر الأساتذة، الأسعار ارتفعت بشكل غير متصور وغير متوقع وجنوني، وحتى رغم التقشف سيعاني سكان أوروبا من غلاء المعيشة ومن غلاء الطاقة في البيوت في المدارس في المستشفيات وإلى آخره. وقامت الحكومات الآن، الحكومة الألمانية أعلنت يوم أمس بحزمة مساعدات 65 مليار يورو للشعب الألماني، هذا مجرد لحتى نفهم حجم الأزمة وتفاقم الأسعار الذي يؤثر على العائلات ويؤثر على حتى الأشخاص متوسطي الدخل، ليس فقط الطبقة المتدنية أو الفقيرة. نعم فعلا نحن في أزمة جادة، والتضخم قد يؤدي أيضا إلى كساد اقتصادي قريبا، وهذا سيؤثر على الصناعة والاستيراد. فهذه أزمة الطاقة جلبت معها أزمات متتالية اقتصادية، وارتفاع الأسعار قد يعني فعلا زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما ذكر الأستاذ يؤدي إلى خفض الأسعار العالمية للنفط، ولكن كل ذلك يحتاج وقت، لا يمكن رفع إنتاج الولايات المتحدة خلال أسابيع، لا يمكن بناء البنى التحتية خلال أشهر وإلى آخره. اسمحي لي يا دكتورة نجاة، يعني الآن ماكرون وغيره من الرؤساء الأوروبيين ينادون الشعب الأوروبي بخفض الاستهلاك، ربما ماكرون بدأ ب10%، يعني إنما هنا المقصود هنا بخفض استهلاك الغاز. أنت كمواطنة في ألمانيا ما الذي يجب أن تغيريه من سلوكك اليومي مثلا؟ نعم، نحن في ألمانيا نعيش الآن ماراثون توفير الطاقة. على سبيل المثال التأكد من أن جميع بالكهرباء، التأكد من أن جميع الأنوار غير مستخدمة إذا لم يكن لها داعي، التأكد بأن ستاند باي الذي هو المودوس للأجهزة الكهربائية غير فعال لأن ذلك ممكن يستهلك الكهرباء. ما يخص الغاز في التدفئة في الشتاء، بعض الأشخاص ينوون عدم تدفئة غرف النوم واستخدام أغطية أثقل، الآخر يفضلون عدم تدفئة غرفة الجلوس واستخدام الصوف. يعني حقيقة في أوروبا نحن نتحرك في الشتاء في داخل بيوتنا وفي داخل أماكن عملنا تقريبا بملابس صيفية، ليست صيفية جدا ولكن ليست ملابس ثقيلة، لأن درجات الحرارة في داخل الغرف تصل 24 درجة مئوية. طيب، هذا طقس صيفي معتدل، ذلك سينتهي، سنتحرك في 18 و19، وذلك سيؤدي إلى أن ثقافة اللباس ستتغير، سيقللون التدفئة في الأماكن العامة منها المترو على سبيل المثال أو المحال التجارية والمكتبات وإلى آخره، وكل ذلك سيؤدي إلى خفض الاستهلاك. طيب، بالعموم أنا أعتقد أن ألمانيا، يعني كوني أنا مقيمة في ألمانيا، أن كان هناك ترف في التدفئة في الشتاء، أنا كنت دائما أتفاجأ من كمية التدفئة، وسيتغير ذلك الآن بشكل كلي. طيب دكتور الصبان من جدة، ربما ذلك هو سؤالنا الأخير، يعني الآن يا دكتور صبان إذا ما كانت هناك مشاكل لوجستية ومشاكل فنية ومشاكل في التعاقدات قاسية الأجل لمد أوروبا بالغاز، لماذا أوروبا ترسل شارل ميشيل مثلا رئيس المجلس الأوروبي للخليج وللجزائر؟ يعني على ماذا سيتم النقاش؟ ألن يتم النقاش على مصادر الطاقة؟ أوروبا في حالة تخبط، لا يعرفون ولا يعون ماذا يفعلون، وفي حالة استعجال كبيرة جدا، هم يروحون يمينا يمنة ويسرة من أجل البحث عن الغاز وعن البترول.
وحتى مجموعة السبع طلبت من مجموعة أوبك بلس أن يزيدوا الإنتاج، ولخيبة أملهم حالف أوبك بلس خفض الإنتاج. فالعالم لا يسير وفق رغبات الغرب. الآن نحن لدينا أكثر من قطب، وهذه حقيقة لابد أن نعرفها. والأخت في ألمانيا عليها أن تعود إلى بلادنا العربية، الجو لطيف وتستطيع أن تعيش بدون أن ترشد في الاستهلاك، لأن الترشيد الاستهلاك يضرها ويضر الأطفال. عملوها هناك يا دكتور، عملوها هناك يا دكتور الصبان، يعني عشان يعني أدى الآن تنادي العرب في أوروبا أن يعودوا يعني إلى بلدانهم، أن يعودوا ويوفروا على أنفسهم. بالنسبة لأمريكا، ذكر أستاذنا من تكساس بأن تخفيض الإنتاج كان إجباريا من قبل بايدن. نعم، هو بسبب الكلايمت شينج، بسبب التغير المناخي، فرض حظرا على خط الأنابيب الكندي الذي كان يمر بالأراضي الأمريكية. نعم، منع الاستثمار في الأراضي الفيدرالية. كل هذه أتت بنتائج سلبية. الاستثمار في الطاقة الإحفورية الآن عند أدنى مستوى بسبب هؤلاء الذين يتشدقون بالتغير المناخي. أشكرك دكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي وخبير النفط الدولي، كنت معنا من جدة. ونشكر ضيفنا من تكساس جي يونغ، الخبير في مجال النفط والطاقة. ومن برلين نشكر ضيفتنا الدكتورة نجاة عبد الحق، الباحثة في الاقتصاد السياسي والشؤون الأوروبية. إذن إلى هنا.